لو الحكاية فيها إن فيجو. قال نقلب الشعوب على أنظمتها ونحرض بعضهم على بعض، ويأتي التفجير بفتن طائفية حينا وتيارات حزبية أحيانا أخرى أيضا لم نفتح. فاتجه نحو الدين نفسه وحاول أن يركب الموجة التي ينادي بها المجتمع، وهي الدعوة إلى تحديث أخطاء الدين وفهم خطأ أو تعمد الخطأ. أن تحديث أخطاء الدين أن أحذف من التراث أو من القرآن أو من السنة أو من كتب النصارى لأنهم لا يفقهون. فهم أن التحديث هو هذا، فركب الموجة وراحوا ينفصون سمومهم القاتلة، بين أن التحديث الذي نتنادى به هو ما عناه منذ أكثر من 14 قرنا قول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يقعد لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وعلى غرار الكتاب النفيس الذي ألفه الإمام الحجة أبو حامد الغزالي وسماه إحياء علوم الدين، أي أن نحيي من درس، أن نوجه أو علمه أو مناهجه أو مقرراته شيئا سلبيا أو مضادا للأمن أو الاستقرار أو التقدم العلمي أو التحدي القرار. ما سمعنا إلى هذه الآيات الكريحة التي مرت فيها أمتنا بمراحل ضبابية غريبة، لدرجة أن رأينا بعض وسائل الإعلام تفسح ربع وساعة.